عمل لك توقيف ذا الخصوصي زين؟ والله ماشي احسن منه يفهمنا كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله بقناح بتعمل ايه هنا استاذ؟ انت هنا حيدك مع الانجليزي والرياضيات؟ انا بتاع انجليزي ورياضيات وفيزياء وعلم الفلك. ما فيش شيء بلاش، اما بتمشي اما بتدفع كاش. قانون السرعه بيقول الفي بيساوي. الو يا فريده، ورق عنب وكشري ايه اللي فيه صعب؟ والله هتجننيني، جايبه 9/10 في الامتحان. بقناح بقناح نرجع نكمل. قانون السرعه بيقول البي بيساوي الدي على التي. 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 البي بيساوي الدي على البي بيساوي الدي على التي. يا اخي مو قانون السرعه، مو الثانيات. الفي بيساوي الدي على التي. الفي بيساوي الدي على التي. يا اخي سمعنا مشرخين انت تحديات مال تيك توك هذه لقاس لانهم غسل. انا ما يمر علي تحدي ما بدع فيه. ايه عقب ما شفناك في اخر تحدي تيك توك مال دي يلوفني هو قبض تلفونك وتبعني. تعال تعال هذا ورق وهذا عنب. ورق عنب دلمي 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 دلمي. لحظه لحظه لحظه، هذا حرف ميم واليوم مو جمعة. جمعة دلمي دلمي دلمي. لحظة لحظة لحظة، هذا مو بقال، هذا مو قب، وهذا مو ظهر. قب في ظهرك عمي. مخبار مخبار صراحة يعني المكياج أوفر أوفر جدا. ترقبون اليوم موضوع عن العبايات والشباب اللي يروحوا الموت. يا اخوان شوفوا هذا المنظر القذر، شوفوا هذا المنظر البشع. هذا الشيء ما يرضى الله ولا رسوله. الى متى نحن نرمي الاوساخ في الارض؟ شوف بعد اخوي، هذا لشبابنا اللي اليوم. تعال ليش ترمي الاوساخ في الارض؟ سلامات، ترى في عمال وظيفتهم ينظفوا المكان. ليش تعتمد على العمال؟ ليش ما نحن نهتم في وطننا؟ هذا وطننا لازم نهتم فيه. نحن شباب، اذا نحن ما نهتم من يهتم؟ ما شاء الله والله على هذا الاداء ينفع تصير ناشط اجتماعي. بيني وبينك انا فاتح لي حساب اتكلم فيه على البنات، عن العبايات، عن الشباب اللي يروح الموك، يجمع لنا متابعين ونفس الوقت نسوي لهم مسابقات. اوه ممتاز صراحه، وانا عندي افكار حالك بعد. اخبرك، خلينا نصير بلوجر، انا بصورك وانت جمع الاوساخ. بعد ما نصحته قرر يصلح الغلط اللي سواه. هذيل هم شبابنا اللي نعتمد عليهم، واحب اقولكم نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت. خلاص تعال.